ليتقطرنا والأمان غضاض. ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الإخوة المؤمنون، مرة ثانية نعود مع دستور الأرض والسماء، ألا وهو القرآن الكريم، مع فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا Oh.
وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما السماء فطرت.
عليه. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور قعرت وإذا القبور طهرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الذي علم بالقلم بالقلم علم الإنسان بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك من
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الكرام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم، القارئ والمقيم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وقارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، تطلب الإذاعات الصوتية والإنارة الكهربائية ومخازن الفراش الحديثة الخضرة، ركبت المحلات المتوكلة على الله، محلات عادل عبد الجواد المقيم بتلوته. أيها السادة، تقبل الله عزاءكم وسعيكم مشكور جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.